التحنيك أن تأتي بتمرة رطبة مش ناشفة يعني مرطبة، وبعدين تشتال النوايا بتاعتها والقشر، لأن القشر صعب على معدة الطفل أن يهضمها، فبتشتال القشر وبتشتال النوايا، وبعدين بعد ذلك بتأتي إلى هذه الرطبة وتمزقها بقواطم أسنانك، بأسنانك الأمامية، بعد أن تغسل أسنانك جيدا وتغسل يدك جيدا، يبقى تغسل أسنانك كويس جدا وتغسل يدك كويس جدا، وتبدأ تمزقها حتى تكون في فمك كأنها إيه؟ كأنها مضغة، كأنها مضغة يسيرة، ثم اجعلها بعد ذلك على إصبعك وحنك بها الطفل فكه الأعلى والأسفل، فإن تلمض بها فهذا دليل على نجابته. يعني إيه؟ يعني الجهاز العصبي بيستجيب بسرعة، ها؟ وبيميز الحاجات بسرعة، إذا هذا دليل على نجابته. لو بقى السلوح يبقى هذا دليل على إيه؟ على أن النجابة أقل بكثير. الغالب في أولاد المسلمين كما رأيت بنفسي أن ما من مولود يحنك إلا وهو يتلمض، إلا إذا كان نائما، يبقى ده حاجة ثانية بقى، أبوه يجيبه نائم نعسان، طب مهما تحطه ببقه ما هو نعسان. ولذلك هاته قبل أن يرضع، يعني قبل ما مترضعه تجيبه نحنكه، وبعد ما تحنكه الوالدة الكريمة تقوم بإرضاعه. فبالتالي لو بقي في فمه شيء من ألياف هذه التمرة فإنه ينزل إلى جوفه ويكون ذلك خيرا إن شاء الله.